يونيو الحل. باش نبدا بك انت سي فوزي، شنو الحلول اللي تراها كسوسوا في هذا المشروع هذا المرسوم اللي يتحط يتطور ما يتطورش ولا يقعد هو بيدو، ولا عندك شي فكره اللي باش نجمو نحسنوا فيه؟ اول حاجه من الظاهر من التدخلات ومن الكلام اللي قاعد هنا اللي فما دليل اجراءات نقص، يلزم الدوله التونسيه تعمل دليل اجراءات باش يسهل خلق شركات الاهليه. الحاجه الثانيه انا لا اعتقد معناها تطلب حاجه الاولى دليل اجراءات، دليل اجراءات للشركات الاهليه معناتها باش يفهموا العباد باش يلزموا يعملوا باش الاداره تعرف كيفاش تعامل الى اخره، معناتها كل واحد كيف يكوى باش معناتها على خاطر المساله ما تنجمش تقعد. الحاجه الثانيه انا لا اعتقد انه شركه الاهليه ستخلق ثروه، ما تنجمش تخلق ثروه لانه بالتركيبه نتاعها راهو ما تنجمش تخلق ثروه، لانه محلوله ياسر ولانه المسؤوليه مشتته ياسر ولانه فما التدخل نتاع سلطه سياسيه في الموضوع، ما لا ما اعتقد انه ناجع منظومه ناجعه. ايه رايك؟ انا بالنسبه لي المنظومه الناجعه اللي صحيحه ناجعه هي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، القانون نتاعو موجود واللي ينخرط في منظومه عالميه. انا قلت كاتيني حل ما قلتلكش اي الحل هو هذا، الحل هو انت انك تحب تعمل انك تتعمل اجراءات الحل الحل ونرجع باش نوصلك باش نوصلك ما مسالش وسع بالك عليا شوي. موسع الوقت لا نعم بعدها شوف الحل انه نرجعوا نفعلوا لانه القانون موجود نفعلوا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باش تولي فما جميع فما انت عندك بليزيور انسترومون. يا اخي تحب تمشي لشركه اهليه برا امشي، تحب تمشي لشركه اقتصاد اجتماعي وتضامني برا امشي، تحب تعمل شركه خاصه، تحب تعمل اسوسيشن اعمل حل البلاد. هذا مش موجود توا، هذا مش موجود توا، هذا مش موجود توا، ما عندكش حق تدخل شركه ولا عليه مش موجود على خاطر الشركه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النصوص الترتيبيه بتاعه ما خرجتش عندها 3 سنين ونص واضح التو ما خرجتش دونك ما انكزيست با. والحاجه الثانيه اللي هي هامه هي مصادر التمويل لها المؤسسات هذه اللي سواء شركات او تربي 300 دينار وبي تي اس الوحيده هي لا 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 مازال ما تمول حتى شيء. لا 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 خذوا ان فون لا في بالي لا خذوا ان فون 20 مليار من عند وزاره. فما فرق فما فرق ما بين خذوا ان فون وما بين من بعد شنو هي شروط الانتفاع بالفون هذاك اي ومن بعد فعليا فعليا شنو هي الضمانات اللي تنجم تعطيك الاجابه. هاوش نعطيك الاجابه تو خاطر عندي المعلومه فضل. من 64 مشروع اي قعدوا كان 14 برك خاطر ما استجابوش للشروط اللي موجوده. تو عطاو 3 برك في تطاوين في سيدي بوزيد وفي قروان تو كاو 3 برك اللي تو لا اوبيراسيونيل الاخرين مازالوا لي دوسي نتاعهم اون كور في البي تي اس 14 التمويل عند البي تي اس ما نحكيوش 65 عند البي تي اس تحكي لي عند البي تي اس الوحيده اللي تمول البي تي اس هي الوحيده اللي تمول او تور دو 300 دينار. انا نحب نفهم كيفاش البي تي اس قاعده تمول هذاك اللي ما عطاوها فون عطاوها فون من عند وزاره التشغيل فون غارونتي شكون شكون اللي عطي الغارونتي؟ 20 مليار شكون قاعد يعطي الغارونتي؟ الدوله عطات 20 مليار عندهم فون شكون قاعد يعطي في الغارونتي يا سي نشاد؟ شكون لا غارونتي في الشركات الاهليه ما ينجموش يعطيو الغارونتي؟ هي بي تي اس من اصلها دونك الدوله غارونتي قاعده تعطي في الدوله شوف 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 ايش نقول البي تي اس تعطي غارونتي من قبل من وقت من دونك لا في المواضيع الاخرين نتاع الوحده فما غارونتي لا 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 ما يعطيوش الشهاد اللي عندهم شهاد العليا واللي خرجوا جدد ما يعطوهمش غارونتي يعطيو فلوس من غير غارونتي مي اوتور دو 200 ميل دينار. ما فهمتوش اش قال في الشركه ما ياخذوش عليهم غارونتي اما هي الباسيف نتاعها اللي غارونتي بار ليتا سيت اون غارونتي باك بون هو لو فون من عند ميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله الفون هذاك وطا نرجع للحلول توا. شوف ريتو المساله الكبيره اللي تعرضنا لها احنا اليوم في النقاش نتاعنا هنا شنو هي المساله الفلاحيه وخلق الثروه. اكثر حاجه 80% فلاحه هو خلق الثروه والاغلبيه تو نتاع المشاريع والاغلبيه نتاع النقاشات راهو شوف الفلاحه تحتاج الى نظره للتنمويه معناتها خاصه. علاش انت وقت اللي تمشي المنوبه وتلقى 450 هكتار وتقول باش نعطيهم انا الشركه اهليه نتاع نساء اولا مؤسسه شركه اهليه نتاع نساء راهو ماهمش بالضروره ماهوش مقابل المرسوم لانه من بعد يجيوك رجال ويدخلوا وعندهم الحق يدخلوا راهو ما فماش في النص نتاع معناتها شو اسمه شركه اهليه كان نتاع نساء ما عليناش مش مشكله هي ما تعطاتش 450 هكتار باش تعمل تنميه نتاع 450 هكتار يلزمك تحسب تقريبا 5 ملايين في الهكتار في الفلاحه. هالتمويل هذايا منين باش يجي؟ التمويل نتاعو راهو هام جدا والفلاحه صحيح مشكل التمويل تحتاج ان عندنا نظره
للفلاحه، نظرا للاراضي الفلاحيه كيفاش نحلوا. احنا كنا حل ما كناش مشكل يا نظرا للاراضي الاشتراكيه كيفاش نحلوا المشكله تاع الاراضي الاشتراكيه. دونك هذا يلزم تخمام وحده ويلزم انا في تقديري الحلول الموجوده في المواضيع هذه. قلت لك الحلول تو بعد يعني قلت لك الحلول موجوده تاع التخمام. باهي واضح. اي سي قيس باهي بالنسبه لي انا اعطيني الحلول. اي ما عادش عندي وقت باش نوصل الحلول. بالنسبه لي انا كما قلت قبيله الاجراءات اللي قال عليها السي فوزي موافقوا عليها، يلزم باش توضح كل كيف كوا وكل واحد اموره. اي بالطبيعه هذاك انا لازم الاجراءات انا بدي الاجراءات معناتها باش تكون الامور واضحه وكل واحد يعرف شنو دوره وكتيرا. هو باب محلول معناتها الدوله جات حلت باب قالت لهم تحبوا تنميوا جهتكم، تحبوا تخلقوا مواطن الشغل، تحبوا تستغلوا موارد ماهيش مستغله. انا معاك حلت الباب تبقات التجربه جديده. مازالت كي تعاملت مرسوم خرج عنده عام. يعطيني حل. لا ما فماش حل. الحل التمويل هاكا عندك البي تي اس بون ولو 20 مليون دينار شويه على الاخر حكايه فارغه. 20 مليون دينار ما يجيو حتى شيء. لا كي تعطيك كان 300 الف دينار هاو البي تي اس الوحيده اللي قاعده تمول. اي ما تجيش هكاك ما تجيش هكاك ما تنجمش تو هذا صاير. انا باش نعمل شركه تستحق تمويل نتاع زوز ملايين دينار ما نجمش نقول نعطيها 300 الف دينار. دونك شنو الحل اللي في هذا؟ دونك يلزم يتبدل الاجراء هذايا نتاع نعطيك يلزم اوكا بار كا كل شركه قداش تستحق في 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 البزنس بلان تاعها قداش تستحق فلوس وتاخو التمويل اللي تستحقه. خاطر كان ما تاخوش التمويل في الاخر معناتها انا جيت وجلي كونداني على شيك كان ما نعطيهاش التمويل اللي تستحقه. بالنسبه لي انا هذه تجربه جديده. ما تجي يطلب 14 مليار من غير كوسيون من غير حتى جارونتي تعطيه البي تي اس وهي با بروبليم. شو المشكل البي تي اس نجم تمول زوز شو ايش نقول لك؟ لا البي تي اس ما نجمش تمول. البي تي اس بعنا بكل 20 مليار. البي تي اس ولا جهه اخرى مادام انا عندي دراسه جدوى. الجهه الاخرى ما تنجمش بعنا ما تنجمش عندي مثلا عندي دراسه جدوى. بعنا ما تنجمش. شنو هو؟ بعنا ما تنجمش تعطي 14 مليار. خلينا مش مشكلة. لا مش بعنا مؤسسة معنا بنك وطني لازم تطوير الآلية اللي ما تقتصرش على 300 ألف دينار من عند البي تي اس. يلزم تتطور الاليه. ما فماش كلام في هذا يا راه ما فماش كلام في التمويل. يلزم يلقاو حل للتمويل. سي قروي لا 450 هكتار واحد 5.2 مليار. فلوس الشعب خلي نكمل فكرة. فلوس الشعب خلي علاش نقصوا يا سي شكيب خلي نكمل فكرته وبعد بالنسبه لي انا فما باب تحل. فما حاجه جديده اللي تحطت اون ابليكاسيون واللي اوتوماتيكمون اي حاجه جديده باش تخرج راك باش تلقى فيها برشا مشاكل. دونك يلزم فما هيئه ولا لجنه ولا ما نعرفش انا خمم في الموضوع هذا اللي تتبع توت لي سوسيتي توت الشركات الاهليه الكل اللي تكونت تتبعهم او حتى وزاره الاقتصاد يل ريبيرتوري ترجع من وزاره الاقتصاد بار اكزومبل يل ريبيرتوري المشاكل اللي يتعرضوا لها ويحاولوا يلقاو لها دي سوليسيون. واضح. وما نجموا نعرفوا التجربه هذه باش تنجح ولا حسب رايي انا كان خمسه سته سنين اخرين. علاش؟ على خاطر اي شركه تكونها مهما تكون اهليه ولا سارل ولا سيارل ولا تحب انت راهو عندك على الاقل عامين ثلاثه باش تبدا تدخل فلوس ولا ما تنجمش تدخل فلوس من نهار الاول اللهم تحل حماس. اما من نهار الاولاني ما تنجمش تدخل فلوس عندك مده معينه تخدم اكسترا باش من بعد تعرف اسكو الشركه هذيك باش تنجح ولا ماهيش باش تنجح. دونك خلينا مازال عندك حل عندك حل اخر ولا هو ان اول حاجه اون ريبيرتوري المشاكل نشوفوا فيهم حل ولا ما فيهمش حل. ثاني حاجه ناخذوا الوقت باش نتبعوا ونشوفوا كاسكو التجربه هذه شنو باش تعطي. في الاخر في الاخر بالنسبه لي انا شخصيا راهو الفشل وفي المطلق الفشل ماهوش عار. راهو كي نبادر ونحاول ونفشل ماهوش عار راني نتعلم جو برون دو ليكسبيريونس. اذا نرجع للكلام تاع سي عادل من الاول وقال لك ما عندكش بديل انا عطيتك بديل دونك اونتر تون نكون تعلمت نكون عملت بوتيتر دي فورماسيون نكون خذيت خبره نكون باش ننجم. وهذه مشكله كبيره في تونس ديما نحب نعرج عليها اللي احنا عندنا في تونس الفشل العار واللي يفشل في تونس نغفصوه ونزيدوا نفتقوه من بعضه كل سؤال المجتمع كل سؤال الاداره كل سؤال الناس الكل. وقت اللي العقليه هذه لازمها تتبدل راهو الفشل ماهوش عار راهو تنجم تفشل المره الاولى وتعاود وتفشل وتعاود ومن بعد تنجح. ولكن راهو ما عادش على انا مستوى تحكي راهو خاطر الفشل على مستوى عالي يولي مش باهي. اما لا مش لا اما فشل لا راهو نوضحوا باش نبداو شو هذا كيك والمبادره الفرديه خاطر كتولي فشل على وقتها تولي لا نحكي على مستوى تكوين الشركات والاقتصاد. سي شكيب اعطينا شو عندك حلول؟ فما حاجتين. اولا من الناحيه الوطنيه
نحب نحط المبادرة هذه في نطاق عام متاع الاستثمار التأثيري الانفستيسمون دامباكت. الامباكت ينجم يكون سوسيال كما هوني تشغيل الشباب، ينجم يكون تشغيل النساء، ينجم يكون التنمية الجهوية، بوكو دامباكت بوسيبل معناش سياسة وطنية للتنمية الاستثمار التأثيري هذا. علاش وشنو اللي نجم اللي يكون ممكن؟ شنو الاقتراحات؟ الاقتراحات هما في لي زابيل دوفر بيبليك. ما اكطوالمون كيفاش معمولين لي زابيل دوفر بيبليك؟ فما ديبويمون تكنيك تاخذ نوت، ومن بعد فما الفينانسيير، وان جينيرال لو موان ديزون هو اللي باش يهزوا. تنجم تزيد انت كمبادره نتاع الدوله في لي زابيل دوفر بيبليك، تزيد تقول مثلا عندي 20% هو الامباكت سوسيال. كالشركه الاهليه اللي كنا نحكيو عليها، ولا لونتربريز سوسيال سوليدير اللي كنا نحكيو عليها بكري، هي ما مازالت جديدة وعندها برشا عوايق على خاطر الصغيرة وعلى خاطر يلزمها 20% من هوني و 35% اتسيتيرا اتسيتيرا. باك الديفيرونسيال نتاع الامباكت سوسيال نتاعها تولي تنجم تتعدى بارابور دوطخ زونتربريز اللي هما اكبر واحد كل. هذه ساهلة وتتعمل اون سامبل ريفيزيون نتاع الكود دو مارشي بوبليك. انا نعطيك حاجة أخرى، حاجة ثانية. الخبرة ما عندهاش قيمة؟ نعم. خاطر واحد قديم والآخر جديد. أعطيه. الو هذه حكايه الواحد لي بايور دو فون انترنا. نعطيك مثلا في الاردن جردن ريفر فاونديشن جاوا عملوا عندهم اللاجئين ونسام تاعهم اللي عندهم مشكل نتاع واحد الكل، جات حلت شركه اجنبيه نتاع اثاث غاديك في الاردن اونسيني كبيره، قالوا ما تحبوش تشريو من عندهم شوي، عملوا معاهم ان بروجي بيلوت باش يبيعوا غاديك في الاردن مخدات وحكايات كيما هكاك افيك دي موتيف لوكو تاع الارتيزانا. تيلمون نشحت الاكسبيريونس بيلوت، اليوم في السيت مونديال نتاعك المؤسسة الكبيرة هذيك تلقى لي برودوي نتاع جوردن ريفر فاونديشن ويتباعوا عالم اجمع دون تو لي ماغازان نتاعها في كامل العالم. بدات بالبوتيت اكسبيرينس، معناها الدولة تولي تفرضهم في تفرضهم للبيبليك، تفرضهم في لي زابيل دوفر بيبليك، اي ال انكوراج لي بريفي ا ديفلوبي سو جون دينيسياتيف لا، وتقول لهم اما يلزم يكونوا دي انفستمون دامباكت كيما المؤسسات الاهليه اللي هما ماهمش لوبجيكتيف ريشيرشي مش الربح اتسيتيرا اتسيتيرا، كيما كيونس فاونديشن وتو لي بروجي هذاكم اللي موجودين. فما برامج كامله موجودين رانا عندنا. اذا تعرفش يطلب سلم اقتصادي و لا رؤية اذا كان انت رؤية سياسية. خاطر انت كي تقول لي انت رجال الاعمال اللي يدخلوا 20% اللي منهم هذه الشركات الاهليه معاهم باش يدخلوا في بروجيات كبار، رجال الاعمال توما ديجا شادين فرح. لا 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 حتى من الاجانب، راهو في الاجانب وقت اللي جاوا في انجلترا عملوها في كندا عملوها اتسيتيرا، اش قالوا لهم؟ قالوا الشركات مثلا انا باش نبني اوتوروت، باش نبني اوتوروت في تونس، الناس الكل يشاركوا، نحطك الكلوز هذيك نتاع 20% التاثير الاجتماعي، اوكي؟ من بعد التاثير الاجتماعي نجي انا باش نشارك شركه ايطاليه ولا اللي هي، نقول راهو باش كي باش نتعدى في جلمه راهو سو تريتون تاعي، راهو شركه اهليه من جلمه وهي اللي باش تعطيني الكارير نتاعها، وراهو باك الكارير هذاك وك الجرافي اللي باش يجي ماك الكارير هذيك باش نخدم 300 شاب، والا راهو اللي عندي قاعده تخدم سو تريتون في البارتي هذيك هي. لا اذا كان انت تزيدها وعندك هذوما الشركات اللي عندهم ذو تاثير اجتماعي يخدموا معك عندك دي بوان اون بلوس. ايه هكاك. فما حل اخر؟ الحاجه الاخرى نتاع المؤسسات الاهليه، خاطر ما ننساوش هذوما ال 20 مليار فلوس الشعب. وفلوس الشعب ماهوش باش يتفرقوا هكاك، ويلزمنا نردوا بالنا باش ما يكونش فما تاثير سياسي على البي تي اس باش تجي تفرق الفلوس هكاك نامبورت كومون، على خاطر يلزمنا ناكسيليريو شويه لي زوبجيكتيف. اللي عنده ذوي وعنده شروط. انا نفرح كي نسمع على 64 عندهم الشروط نتاعهم وقاعدين يشوفوا بس فلوس مي. هذوما الشركات الاهليه يلزم يكون عندهم دو لاسيستونس كيما في الفوبرودي قبل كان فما 20,000 دينار يجي كونسيي ويقول لهم يحضر لهم دراسه الجدول نتاعهم كيف علاش؟ كي تعرف اللي انت لوبجيكتيف نتاع الماكسيموم نتاع التمويل نتاعك 300 مليون ما تاخذش 300 هكتار. اذا كان انت الماكسيموم نتاع 300 مليون هو المستشار اللي يجيك يقول لك راهو خذ قد هكاك وهو شنو اللي تعملها. حاجه ثالثه وزاره الفلاحه وزارة التجهيز يلزمهم يخرجوا كما كانت قبل لابي تخرج لي بروجي كي سون ريبرودكتيبل، تجي تقول مثلا عندنا ديزانفستمون يبداو عندهم دي فيش بروجي حاضرين اللي نجموا المؤسسات الاهليه يستعملوهم بار لا سويت. هذا الكل يتطلب تنسيق رؤية بين الحكومه ورؤيه باش يصير. اذا كان هذا الكل ما يصيرش من بعد راهو تبدل اللي تحب في القانون ما باش يبدل حتى شيء. حاجه بربي لا لا تو سي عدنان انت خليك كلمه الختام، خليك كلمه الختام سي عدنان. شوف خلينا نتفاهموا على المفاهيم ونعملوا حلول تخي سامبل.
مانيش ضد لا شركه تهليل لا حاجه، انه جو سو بلوتو داكور انه هذا الكل لازم يتعمل في رؤيه، ويظهر لي هذا يتعمل في عجله وفي ساعه في ساعه ولازم نعملوه كانه تفرض علينا. وكلامه صحيح راهو شكون سي فوزي سي خيس سي القروي كيقول لك احنا نتعلموا الفشل، اما في دوله ما عندكش الحق، خاطر الضربه في دوله في شعب. دونك كي تخرج حاجه تحاول اقل فشل ممكن وتاخذ رايك وتاخذ وقتك باش تعملها وتعملها بذوات وتستانس وتشوف. اعطينا حل سيادة. اولا الحل الاولاني انه الشركات الاهليه دابا نعاودوا نشدوه المرسوم هذا، نعاودوا نخافوه كل شيء، ولازم المسؤوليه تكون محدده. تقول لي والي كل شيء نحي عليك، الناس اللي يحط صبعه غادي لازم يتحاسب، يعرفوا مش يتحاسب خاطر مال العام على قد المسؤوليه. سي تري امبورطون كي تقول باش نعطي من الدوله ومن ثروه الدوله للاستغلال، سي تري امبورطون. ما كانش باش يصيروا دي ديريف كبار ياسر، كانوا يعطيوه كانوا يعطيوه بعقد، كانوا يعطيوه بعقد وتتنحالوا، وفما اليات عاليه. ما تجيش انت تدخل، هاني قلت لك الكوبيراتيف طاحوا على خاطر دخلت فيها الدوله، لي سول كوبيراتيف اللي مازالوا يخدموا تو اليوم فما زوج ثلاثه ما دخلوش فيها الدوله. داكور دو فيت ريزاتاسيون فيك سا. دونك نعاودوا وناخذوا وقتنا ونحطوه في آلية عامة. المال العام يلزم نحاسبوا شكون المال العام يمسوا. كل شو كي المرسوم يقول فلان هو يراقب لازم يتحط بحذاه ارتيكل اخر، اذا كان تو فايت تتحاسب انت. واضح واضح. العبلة. سي تري امبورتون. على الاقل كي الشركة تتهكى على الوالي تعرفوا اللي هو يتحاسب، دونك سي ان ليمون دو كارت. ياخذوا قراراته ماشي. نعرفوا اللي هو معناه فريمون باش يخمم قبل ما يعمل حاجة. قدم. اثنين تتحط نعاودوا نحطوها كآلية من آليات الاقتصاد التضامن الاجتماعي. اش معناه؟ راهو كل مشروع ولا كل بروجي لازم الاليه نتاعو داكور. دونك انت تنجم تجي تقول لي ناخذ اكزومبل تيت كاريكاتير الزايلي ربحت 140 في 450 هكتار، القانون الحالي مربحه 140 تنحسدها، تندخل انا 10 من عائلتي، كانت تربح 140 شو اللي تربح 14 برك. القانون الحالي نو لا بروتيج با، ما يحميهاش. إذا كنت تحب تحميها ما عادش أهلية. أنا كي ربحت 140 الكل تدخل غادي تدخل. وما تنجمش بالقانون تقول لهم لا، أهالي المنطقة الكل يبطلوا خدمتهم مش يقسموا. راهو تخدم راهو تدخل أكسيونارية مش تدخل عامل بالضرورة. هي مش عاملة 340 دينار. لا سامحني. خليها 140 دينار. سامحني ولات زبونية وقتها. دونك القانون هذايا ما عادش اجتماعي للجهة ولا للجماعة اللي يخدموا، مش يخدموا هما رواحهم برك. أتونسيون هذا زاد ديريف أخرى. علاش هي تاخذ وغيرها لا؟ علاش هي دخلت وغيرها ما تخلش؟ علاش هي دخلت وجارتها لا؟ فو فيها تخيز اتونسيون. ريت علاش قلت لك ناخذوا وقتنا نوخروا شويه نعاودوا نحطوه على الطاوله نحلوه نحطوه في اليه كبيره. باغ اكزومبل نعطيك ها مقترح، مقترحاتي نجم يخدم. ريت لي كوبيراتيف ردهم سكوب سوسيتي كوبيراتيف مهم ياسر. اثنين نقولوا سون با فيسكاليزي، لا مش صحيح، سون فيسكاليزي 50% 50% من المرابح نتاعهم اداءات، اما اداءات محليه. سؤالي الفلوس اللي شكون باش يتصرف؟ شكون باش ياخذهم؟ شكون باش يقرر شنو باش يمولوا؟ شنو البروجي الثقافي؟ شنو شكون؟ الوالي؟ ها رجعنا زبونيه ورجعنا اداءات. دونك سي اون ان فيت نخدموهم وناخذ لهم 50% من المرابح نتاعهم. انا نمن انه يتحط الكل كي الدوله تحب تعاون ليدي اي تري بيان، اما لازم كل مشروع مقابله الاليه نتاعو. الاليه اللي قال عليها سي فوزي جمعيه تطوعيه سامحش تري بيان لا بروف، قال لك احنا نعملوا هاو بلاش ما تاخذ لي فلوس قاعدين نعمل. سي اون ايدي. Les sociétés coopératives, c'est une très bonne idée. Car effectivement, on ne fait pas de bénéfices. Les revenus, ils se disent. Tout le monde a son travail. C'est le plus important. Mais la chose que التونسي البسيط في جيت ويستغنى. انا ما نحبش الغني يهبط، نحب التونسي يولي غني، نحب الكلهم يستغناوا لين يفولوا بالفلوس. Et la seule manière de le faire, مش انه خاطر عندي بلوكاج في الاستثمار او بلوكاج كما قلت انت يمشي باش يحل مشروع ويلقى عراقيل، نمشي نعمل اليه استثنائيه. تعرف شنو خوفي؟ انه الناس اللي شادين صحيح فيها كيلكو سو لي كونسيون بلاش ما يراجعوا رواحهم، معناه يقوا يعطيوها اليات النجاح، انه باش يفرسيو على الموظفين على الاداره ويتعصبوا على القوانين. وتعرف شنو باش يصير في الاخر؟ نخاف انه المشروع والفكره تكون باهيه تولي عند الناس خايبه ياسر وتلصق في اللي خرجوا بها. انا نحبها تنجح، نحبها تنجح تكون آلية كاملة. باغ كونتر إجا نحكيو رسميا كيفاش نخفوا الآليات القانونية الكل باش محمد خرج عنده فكرة يقول نحب مقسم، نحب نصدر الزيت، عندي ثلاثة أولاد عمدي نحب نعمل ونصدر الزيت. ما تقولوش لازمك 700 مليون باش تعمل شركتك، هاو صحيح. باهي كلمة ما يسالش كلمة قصيرة معناتها الواحد الكلام الكله حلوا اللعب
حل اللعب، اعطي الامكانيه نتاع الشركات الاهليه للي يحب، اعطي الامكانيه نتاع شركات الشبعه التضامني للي يحب، اعطي الشركات الخاصه، حل الواحد اسمع لعبات وشوف الناس شو يقولوا لك، شي حاجات اللي تمشي الناس تغرم هذيك ويمشيوا له تطوعي. حل اللعب، علاش نولي الدوله التونسيه، الدوله التونسيه والحكومه ورئيس الدوله كل شيء شادت صحيح في مشروع اكا هو مشروع وحده، قال شنو قال هذاك مشروعي بالطبيعه الاداره الكل باش يمشي معاه. بعد بينما هو الحل الوحيد ما مشاش لا محاله لا لا الاداره لا الاداره الكل ماشي لا لا الوزراء مشاو الوزراء على الاقل بعد حل سي فوزي الفكره تنجم تكون احاديه وصحيحه اما خدمه الاداره المساجيه مش نعاودوا نحلوا الدبابه مره اخرى اما دقيقه سي فوزي الكابيتال نتاع شركه اهليه ينجم يكون يقول مينيموم 10 ملايين و20 مليون ينجم يكون 200 ينجم يكون 300 ينجم 50 مشارك مينيموم ينجموا يكونوا 200 300 400 مشارك با بروبليم معناتها الكابيتال ينجموا يطلع ما الهدف ماهوش ربحي هو فوالا رجعنا الهدف ماهوش ربحي مش كومينيزم بعد باش نرجع للحوار فينا الماء الدوله اش قالت 20% انت باي شركه تخلص 20% 20% امبو هكا ولا هذه تخلص 50 قالت لك لا قال باش تخلص 20% اما مش سوفورم دامبو باش تخلص 20% باش يرجعوا للجهه 50 لا 20 20 20 15% 15 50 اي 15% دي ريزيرف يقعدوا في وسط الشركه 35 35 تعاود تستثمرهم لا 35 كي تسمى ربيع 15 ريزيرف و 50% مشاريع هالي فيسكاليزي 50% باهي مش مشكل نحيت له 50% من رزقه بالنسبه لي وفي الوقت كيما حلينا باب ان سارتان مومون حلينا باب الستارت اب كيما حلينا باب الاقتصاد التضامني والاجتماعي اللي انا بيدي اللي صرت بزنا ما نش اللي انا بيدي لا الستارت اب كي تجي تشوف في العالم الناس ما راهو الناس ما يعرفوش كي تجي تقرا على الستارت اب في العالم صحيح 70% من الستارت اب الخمس سنين الاولانيين يفلسوا راهو سي قيس اونتر 0 اي 50 الموضوع هذا سي قيس الموضوع هذا انا نحب انا تعرف شنو نحب اولا ماذا بيا الشركات الاهليه يخلطوا للموين ناسيونال بالنسبه لكل الشركات معناتها قداش تحل من شركه في العام وقداش من شركه تواصل مش حلين نتيجه زاده لا هاني قلت قداش من شركه تحل ونجم نحل وتربح فلوس وقداش من شركه ما توصلش نعمل بيلون بعد نخلطوا للموين ناسيونال هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه كاي قانون مش قانون الشركات الاهليه برك انا بالنسبه لي انا يلزم اعاده تقييم القوانين مهما تكون شركه ولا. اهليه ولا مش شركه اهليه دوريا القانون هذاك خلط الاهداف ولا حتيناه ما لقاش امور وبدلوه الاهداف ومبدلوه ولا سي قيس سي قيس نشكرك برشا على حضورك معنا الموضوع هذا باش نعاودوا نجبدوه مره اخرى خاطر باش تتطور اكثر تو بدينا بثلاثه وان شاء الله بادره هذه تتواصل وتمشي اكثر شركات نولي ناخذوا اكثر دروس من اللي صار لهم هما ونشوفوا نتيجتهم ونعملوا ان بيلون دونك الموضوع هذا لازم باش نعاودوا نرجعوا له سي فوزي عبد الرحمن شكرا على حضورك معنا سي شكيب سي عدنان بارك الله فيكم ان شاء الله نتقابلوا يوم الاحد الجاي في نفس التوقيت من 6 ل 8 تاع الليل ربي يحفظ تونس